ايوه برافو عليك، حلو قوي ده، حلو احسن من قبل كده، برافو. انا اهم حاجه بالنسبه لي الخطوه ما تكونش واسعه، لازم تحس بيها. ايوه احسن، احسن كتير، برافو. كمان كمان، معلش معلش، حلو قوي، ما تحذفهاش، حس بيها. حلو. اختك دي غريبه يا ابراهيم. غريبه هي؟ اه نرمين غريبه، بس انت تقصد ايه؟ انا مش فاهم. تخيل واقفة مع مصطفى ابني واحمد جوز بنتي عشان ما اعملش المستشفى اللي انا عايز ابنيه مخصوص عشانها. لا حاجة زي دي انا ما استغربش منها، هي نرمين طول عمرها كده، تحب تساعد الناس وتعمل لهم حاجات حلوة، واول ما حد عايز يساعدها ويعمل لها حاجة حلوة تخاف على طول. بس انا مش اي حد، ده انا جوزها واقرب واحد ليها. انا مش هسمع كلامها، انا هستمر في المشروع. سعيد بيه، نرمين اكيد هتفرح بالموضوع ده، بس هي هتلاقيها عندها بس مشكلة كلام الناس والحاجات دي، حضرتك فاهم بقى، لسه متجوزة جديد وجوزها يروح عامل لها مشروع كبير ومستشفى، حس بيها برضه يعني، معلش. ناس مين دول اللي تهتم بيهم؟ يا إبراهيم أنا لما تعبت نرمين وقفت جنبي وقفة كبيرة أوي، ما تتقدرش تمن. ربنا يخليكوا لبعض يا سعيد بيه. نرجع بقى لشغلنا، يلا ورانا بطولة وحاجات كتير، يلا اتفضل كمل. ما زهقتش؟ مستحيل، اتفضل. يلا. ايوه برافو عليك. كمان. الله بقينا احسن، اتفضل.